إذن لما ظهر على شاشة التلفزيون العراقي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة أنذاك صدام حسين، قال أني أقدمت على قرار تأميم النفط بالرغم من الاعتراضات التي كانت في داخل القيادة وخارج القيادة. يعني إذن القيادة العراقية أنذاك مو كلها كانت تريد تتخذ هذا القرار، قرار التأميم. هو قرار التأميم ليست قرار سهل، قرار شبه إعلان حرب ضد أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وكولبنكيان، ولو كولبنكيان شخص ولكن البقية، يعني أنت أضربت مصالح الدول هذه ومصالح الشركات والشركات النفطية الكبيرة في ذلك الزمان بالسبعينات والستينات هي اللي تحدد السياسة وهي اللي تمشي سياسة دولها. إذن أنت القرار ليس قرار سهل، قرار من أصعب القرارات التي اتخذتها القيادة العراقية. ولكن لما نيجي إلى ما بعد 72، خلينا ناخذها إلى 80، كيف ازدهر العراق؟ كيف ازدهر العراق؟ يعني الثورة الانفجارية الصناعية، زيادة إنتاج النفط من 1,200,000 برميل باليوم إلى 3,500,000 سنة 80، الفرق الزلزالية كانت 3 فرق وصلت إلى 13 فرقة، حفر الآبار صار يعني كله بأيادي عراقية، طور الجانب العراقي، طورت الكوادر العراقية بحيث وصلنا في يعني أنا التحقت نهاية 73 في شركة نفط الشمال التي كانت تصدر 1,000,000 برميل، ولا أجنبي كان موجود في الشركة، كله عراقيين، وكان التفاني في أداء الواجبات منقطع النظير في ذلك الزمان. لذلك أنت يعني يمكن واعي المستشفيات التي صارت والطرق التي صارت والجامعات والبعثات الدراسية اللي أرسلت للخارج. فإذن هذا ليس بمنظور الدول الاستعمارية أن بلد ينمو ووصل التعليم بالعراق إلى مستوى أي بلد عالمي، وصلت الأمية إلى الصفر. يعني من تجي تفكر بالسبعينات، هو هذا صحيح، أنا متفق وياك ولا أختلف وياك. يعني هي هاي الفترة اللي يمكن أن يطلق عليها بالفترة الذهبية.